أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن الكريم في العزاء بحيث يوزع أحزاب على الحضور فيقرؤونها ثم يقرؤون؟ هذا بدعة شنيعة، ولا نزل القرآن لأجل أن يقرأ في العزاء أو يقرأ في حفلات التأبين أو يقرأ في الحفلات غير الشرعية. نعم، نزه القرآن عن مثل هذا. هذا سائل يقول: هل تجوز التعزية برفع اليدين وقراءة سورة الفاتحة بطريقة جماعية كما هو منتشر في بلادنا؟ هذا بدعة ولا يبتعزية، هذه ما يبتعزية، هذه بدعة. تعزية أن تقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، هذه التعزية. ما ورد أنه يقرأ القرآن أو الفاتحة أو شيء من القرآن في التعزية، ولا في المآتم ولا على القبر ولا عند القبر، ما ورد هذا، كل هذا من البدع. نعم.